دون صورة أكيدة وواضحة عن توجه أو توافق بين المتعاملين أو توافق بين المحللين على وجهة واحدة. أذهب إلى سيدني لأسأل أحد هؤلاء المحللين، بيتر ماغواير ينضم إلي الآن من سيدني. بيتر هو الرئيس التنفيذي لشركة إكس إم أستراليا. أهلا وسهلا فيك بيتر مرة ثانية على البرنامج، نلتقي كل أسبوعين تقريبا أنا وأنت على هذا البرنامج، ويبقى الشيء الوحيد الأكيد هو التغيير، يبقى عدم وضوح الرؤية وهذا التباين في التحليلات والتضارب في بعض الأحيان فيما بينها هو الشيء الأكيد الذي ممكن نتحدث عنه. ماذا عن هذه التصريحات الآن؟ هل ممكن أن يكون رقم واحد سمعناه يوم الجمعة لتوقعات تضخم أسعار المستهلك على المدى الطويل أتت أفضل ما كان متوقعا، فهل ممكن لهذا الرقم الواحد أن يغير وجهة نظر السوق وأيضا المسؤولين بالفيدرالي حول خطوتهم التالية؟ صباح الخير. لا أعتقد أن ذلك سيترك أثرا كبيرا. بالتأكيد السياسيون في البنوك المركزية سيستوعبون هذا الكلام، لكن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وعدم اليقين بخصوص المستقبل، هذه العوامل سوف تخلق الكثير من المشاكل وتتسبب بتفاوت في الآراء بين صفوف المسؤولين ومسؤولي الفيدرالي، كما أن الزخم على مستوى العالم يشير إلى أن التضخم سيرتفع، وهذا هو المسار الذي سيراجعه الفيدرالي في الاجتماعين المقبلين. ولو أنه بيتر يعني أيضا يكثر الكلام بأنه هل مشكلة ليست مشكلة يمكن للبنوك المركزية حلها؟ نعم بكل تأكيد، الوضع صعب لأنه ببساطة إذا رفعت بنوك المركزية الفائدة بمئة نقطة أساس، إذا فعل الفيدرالي ذلك كما حصل مع بنك كندا المركزي، ساعتها قد نكون أمام تزايد كبير في المخاوف المتعلقة بالركود، والجميع يخشى من الركود التضخمي. لذلك البنوك المركزية يجب أن تكون حذرة، كما أن مؤشر الدولار أيضا يتصاعد. وهذا ما أريد أن أتحدث معك عنه، موضوع الارتفاعات هذه القوية في والمستويات التي يصل إليها الآن مؤشر الدولار عن 108.06 أعلى مستوى كما رأينا قبل قليل منذ أكتوبر من العام 2007 على ما أظن. هل سيستمر هذا الارتفاع بالدولار؟ ما هي مقومات رفعه؟ I do think it will continue. I won't be surprised to see it. أعتقد أن الصعود سيستمر وقد نصل ربما إلى 110 بسبب الرفع القوي للفائدة من الفيدرالي. الكثير من المتداولين يتحدثون عن 112 إلى 115، وبالنسبة للين قد يصل إلى 140، وهناك أيضا حديث عن التكافؤ مع اليورو والاسترليني عند 1.18. إذن هناك الكثير من الزخم الذي يدفع الدولار إلى الصعود، وهو الملاذ الآمن في العالم. فإذا أنت تعتقد أن الحركة على الدولار هذه أغلبها توجه للدولار كملاذ آمن أكثر من أي قوة أساسية في العملة؟ هناك الكثير من الأساسيات بسبب التضخم وحالة عدم اليقين على مستوى العالم وما يحصل من مخاوف من الركود، وهناك اتجاه إلى الدولار كملاذ آمن بسبب عائده العالي، وهو شكل عنصرا جاذبا للمستثمرين في العالم، وخاصة أن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان لا يفعلان شيئا، لذلك كان الدولار هو الملاذ الآمن الجاذب. هل ممكن أن تكون هذه هي فعلا الغاية الأخيرة أو الهدف الرئيسي للفيدرالي أو صناع السياسة في الولايات المتحدة من عملية رفع الفوائد قوة الدولار؟
عندما تصغين إلى ما يقوله بعض أعضاء الفيدرالي، هم يقولون إنهم ينظرون إلى عائد يبلغ 3.5 إلى 4%. هذا رقم بعيد، ولا أتفاجأ إذا رفعوا الفائدة بخمسين أو 75 نقطة أساس بشكل متتالي، وربما يكون هناك رفع للفائدة بمئة نقطة أساس في الاجتماع المقبل بعد 10 أيام. طيب نحكي على مصير اليورو والاسترليني، فإذا كما ذكرت الاي سي بي لا يتحرك كثيرا بالفعل، هل إذا تحرك الآن فاته القطار أم هل ما زال هناك مجال لإنقاذ اليورو؟ البنك المركزي الأوروبي يريد رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس يوم الخميس. هم تباطؤوا في الحركة، والتضخم في منطقة اليورو وصل إلى 8.6% على أساس سنوي بحسب بعض القراءات. إذن هناك تزايد في التضخم في منطقة اليورو، والمركز الأوروبي وبنك اليابان سيجتمعان هذا الأسبوع، وهناك حالة من الخوف بخصوص عملتيهما وسعر صرف هاتين العملتين. إذا تحرك المركز الأوروبي ب 25 نقطة أساس، الجميع يتحدث عن احتمال رفع الفائدة ب 50 نقطة أساس من المركز الأوروبي في سبتمبر. بيتر، بشكل سريع، الاسترليني إلى أين؟ نحن على 118.5 تقريبا الآن، ممكن أن يتحرك أندرو بيلي لرفع الفوائد مرة أخرى بعد هذه البيانات التي سمعناها للتضخم ونمو الاقتصاد البريطاني، هل ستدعم هذه الاسترليني؟ لن أتفاجأ إذا رفعوا الفائدة، ربما سيرفعونها، لكن هناك الجانب الآخر من المعادلة، وهو أن الاسترليني ربما يصل إلى 1.15. الكثير من المتداولين يتطلعون إلى المزيد من الضعف في الاسترليني خلال فصل الصيف، خلال 6 إلى 10 أسابيع، وهو سيهبط إلى 1.17، 1.16 أو ربما 1.15. وأنا لن أتفاجأ إذا رأيت المزيد من الرفع في الفائدة من بنك إنجلترا. بيتر، شكرا جزيلا لحضورك معي صباح اليوم. استرليني إلى 105.